بعد رحيل الفنان القدير سمير صبري، البعض بيتساءل عن هل الفنان القدير له ابن ولا لا. بشكل عام الموضوع فيه خلاف وجدل، يعني يمكن في كتاب الفنان سمير صبري رحمة الله عليه حكايات العمر كله يمكن نتكلم فيه عن زيجة وحيدة وكانت سرية ليه من سيدة بتحمل الجنسية الإنجليزية، وذكر أنه هذه الفترة بعد تخرجه من الكلية، وذكر في الكتاب أنها غادرت مصر وكان له طفل منها، وغادرت بسبب انشغاله طول الوقت في البحث عن مستقبله الفني. اختفت هذه السيدة، لكن هو تمكن من الوصول لابنه لاحقا حسب كلامه، وكان بيزورهم يعني مرة كل 3 شهور، عنده أحفاد، ولكن يعني ما ظهرش أي حد منهم مع جده أو سمير صبري رحمة الله عليه. أيضا سمير صبري كشف في أحد اللقاءات من سنوات يمكن قليلة عن ابنه الوحيد، قال إن اسمه حسن، رغم إنه يعني ما أعلنش عنه طيلة السنوات اللي فاتت، لكن هو أكد إنه لم يتعمد إخفاء زواجه وإنجابه. هو كان مش حابب يعني يشرك أحد في حياته الشخصية للجمهور يعني، وقال إنه نجله الوحيد بيعيش مع والدته في إنجلترا وهو متزوج وعنده طفلين. وكان هذا اللقاء يعني قال إنه زي ما ذكرنا يعني بيقوم بزيارتهم أو بيتردد عليه. بعد وفاته المنتج عادل حسني وهو صديق الفنان سمير صبري اتكلم في هذا الأمر، وقال إنه تواصل مع ابنه حسن المقيم في لندن علشان يبلغه بوفاة والده، وأكد إنه هيبذل قصارى جهده علشان يلحق بالجنازة يعني، لكن يعني ظروفه كانت يعني صعب عليها، إنه ظروف متعلقة بمواعيد الطيران وغيره ما قدرش يكون متواجد. أيضا هو ذكر إنه يعني كان برفقة سمير صبري ممكن الخميس الماضي، كان موجود عدد من الأصدقاء وكان مقرر يجمعهم لقاء آخر، لكن مجيء وفاته يعني لم يكن مفاجئ بالنسبة لبعض المقربين، كان يشعر بهذا يمكن كما بلغه الطبيب المعالج ليه، لأنه كان قلبه متهتك أو يعني متعب للغاية. الدكتور المعالج يعني حسب يعني ما بيراه على الحالة أنه معرض قلبه لتوقف أي وقت، وده لأنه متخوف من الجلوس في منزله، ومنزله الأساسي في منطقة المهندسين. هو كان عنده خشية أنه يعني يجلس بمفرده، كان حاسس انه يعني ممكن يتوفى زي ما ذكرنا في اي وقت، فقرر انه يقيم داخل احد الفنادق الكبرى في الزمالك، وده اللي توفى فيه. يعني اللي فهمناه ان هو التقى بالكثير من اصدقائه اللي كانوا بيترددوا عليه في الفندق لزيارته يعني، ويمكن المصادر المقربة بتقول انه اعطى مصاريف الجنازة او مصاريف تكلفة وفاته لأحد الاشخاص المقربين منه علشان يقدر يقوم ب يعني هذه الاجراءات. يمكن كان كما هو متوقع يعني توقع وفاته. البعض بيقول انه له ابن او ملوش ابن. خلينا نرجع للموضوع الاساسي، الواقع يقول انه لا يوجد ابن لسمير صبري، هو لم ينجب من الاساس رغم تصريحاته بانه عنده ابن. هو فضل انه هذا يعني انه يخبر الجميع بيقال بهذا الامر علشان يتجنب الشائعات اللي خرجت حوله عن يعني سنوات طويله دون يعني ما يكون لها اي اساس من الصحه. يمكن حب انه يحجب الجميع على حياته الشخصيه، لكن لا زال حتى الآن الأمر يعني غير واضح، لكن هذه التوقعات الموجودة حتى الآن. رحمة الله عليه فنان قدير وكبير، بنعي وبنعزي كل محبيه وكل المقربين منه. شكرا لمتابعة حضراتكم وإلى اللقاء.